اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mi smo stali na strani 341 prve knjige At-Tadribu Thalith. Istemi'a ila al-fiqrati thumma ajib 'an al-as'ilati. Istemi'a ya Nur Ghayaz, ma i'rab hadha al-fi'li? Fi'l al-amri mabni 'ala sukun. Jamil. Ayn al-fa'il? ضمير مستتر تقديره أنت. يحبه النحو هو. سنستمع إلى الفقرة ثم نجيب عن الأسئلة. التدريب الثالث، استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. شعر أحمد بألم شديد في أسنانه. أحمد لا ينام في الليل من الألم. في الصباح ذهب أحمد إلى المستشفى لمقابلة طبيب الأسنان. فحص طبيب الأسنان أسنان أحمد، هي سليمة. طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام ونصحه بالراحة 3 أيام في البيت وأن يترك القهوة والشاي والسكريات. جميل. استمعنا إلى الفقرة الثالثة. جميل. السؤال الأول يا خير الدين، السؤال الأول يقول: بما شعر أحمد؟ بما شعر أحمد؟ شعر بألم شديد في أسنانه. ممتاز. أحمد شعر بألم شديد في أسنانه. يا سعد الدين، السؤال الثاني يقول: متى ذهب إلى المستشفى؟ أحمد ذهب إلى المستشفى في الصباح. يا كنعان، السؤال الثالث يقول: ماذا فعل الطبيب لأحمد؟ يا أدين، ماذا فعل الطبيب لأحمد؟ هل ضربه؟ يا عزة، ماذا فعل الطبيب لأحمد؟ من يعرف؟ فحص أسنانه. فحص الطبيب أسنان أحمد. السؤال الرابع يا عزة يقول: كيف أسنان أحمد؟ يا عدنان؟ نائل؟ أسنان أحمد جدي سليمة. أسنان أحمد سليمة. السؤال الخامس يا جواد، ماذا طلب منه الطبيب؟ يا هارون؟ ما سمعت. يا هارث، طلب منه الطبيب ترك القهوة والشاي والسكريات. نعم، طلب منه الطبيب ذلك. السؤال السادس يا حسن، بما نصحه الطبيب؟ نصحه بترك السكريات والقهوة والشاي. جميل. التدريب الرابع da poslušamo još jedan put dio ovog dijaloga. ثم أجب عن الأسئلة. بريد يلا قوي. شعر أحمد بألم شديد في أسنانه. أحمد لا ينام في الليل من الألم. في الصباح ذهب أحمد إلى المستشفى لمقابلة طبيب الأسنان.
فحص طبيب الأسنان أسنان أحمد، هي سليمة. طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام، ونصحه بالراحة 3 أيام في البيت، وأي يترك القهوة والشاي والسكريات. السؤال الخامس، ماذا طلب منه الطبيب؟ طلب منه الطبيب ونصحه بالراحة وترك السكر، ونصحه بماذا؟ لا لا أو بونو سمو أيديو دولة كرايني لمقابلة طبيب الأسنان. فحص طبيب الأسنان أسنان أحمد، هي سليمة. طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام، ونصحه بالراحة 3 أيام في البيت، وأن يترك القهوة والشاي والسكريات. السؤال الخامس، طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام، ونصحه بالراحة 3 أيام، وأن يترك القهوة والشاي والسكريات. هكذا هذه الأجوبة. نعم جميل. التدريب الرابع، استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. سنستمع الآن إلى الفقرة. التدريب الرابع، ألف، استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. استيقظ عمار في الليل، كان يشعر بألم شديد في صدره. تكلم عمار مع مدير المستشفى وطلب منه سيارة الإسعاف. حضرت سيارة الإسعاف إلى بيت عمار. بعد 10 دقائق وصل عمار إلى المستشفى. فحص الطبيب صدر عمار وقلبه، كان الضغط مرتفعا جدا. طلب الطبيب من عمار أن يبقى في المستشفى 3 أيام. فحص الطبيب صدر عمار وقلبه وضغطه في الصباح والمساء. في اليوم الثالث ذهب عمار إلى البيت، هو الآن بخير والحمد لله. با جميل. Io c'è un put. C'è un posto che vai dialogo. تكلم عمار مع مدير المستشفى وطلب منه سيارة الإسعاف. حضرت سيارة الإسعاف إلى بيت عمار. بعد 10 دقائق وصل عمار إلى المستشفى. فحص الطبيب صدر عمار وقلبه، كان الضغط مرتفعا جدا. طلب الطبيب من عمار أن يبقى في المستشفى 3 أيام. فحص الطبيب صدر عمار وقلبه وضغطه في الصباح والمساء. في اليوم الثالث ذهب عمار إلى البيت، هو الآن بخير والحمد لله. باء، استمع إلى الفقرة السابقة ثم أجب بنعم أو لا. جميل. السؤال الأول يا أدمير، متى استيقظ عمار؟ عمار استيقظ في الليل. عمار استيقظ في الليل، نعم. يا سمير، السؤال الثاني، لماذا؟ كان يشعر بألم شديد في صدره. جميل، كان يشعر بألم شديد في صدره. يا نورغياز، السؤال الثالث، كيف ذهب عمار إلى المستشفى؟ نعم، ذهب عمار إلى المستشفى بسيارة الإسعاف. يا إرنس، السؤال الرابع يقول، ماذا فعل الطبيب لعمار؟ يا عمل. جميل، فحص الطبيب صدر عمار وقلبه. جميل،
يا ياسر، السؤال الخامس يقول: كم يوما بقي عمار في المستشفى؟ كم يوما بقي عمار في المستشفى؟ يا أنس، محمد، بقي عمار في المستشفى 3 أيام. هذه جملة كاملة، هذه جملة كاملة. بقي عمار في المستشفى 3 أيام. جميل. لماذا ترك عمار المستشفى يا آدم؟ يا خير الدين، ما رأيك؟ لماذا ترك عمار المستشفى؟ من يعرف؟ لأنه كان بخير، لأنه كان سليما، كان بخير. عرفته، ما قلته؟ قل يا سعد الدين. با، استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا. أولا يا سعد الدين، السؤال الأول: شعر عمار بألم في صدره، هل هذه جملة صحيحة؟ يا كنعان، صحيحة، هذه جملة صحيحة. قال لك أدمير أن عمار استيقظ في الليل، والسمير قال لك أنه كان يشعر بألم شديد في صدره وقلبه. يا أدين، السؤال الثاني يقول، الجملة الثانية تقول: تكلم عمار مع الممرض في المستشفى. يا عزت، هل تكلم عمار مع الممرض؟ لا، تكلم مع من؟ مع الطبيب، تكلم مع الطبيب. يا نائل، الجملة الثالثة تقول: طلب عمار سيارة الإسعاف. صحيح، نعم، هذا صحيح، طلب عمار سيارة الإسعاف. يا جواد، ذهب عمار إلى المستشفى، هل ذهب عمار إلى المستشفى؟ يا هارون، ذهب إلى المستشفى، نعم، ذهب إلى المستشفى. يا حارث، الجملة الخامسة تقول: حضرت سيارة الإسعاف بعد 5 دقائق. خطأ، 10 دقائق. 10 دقائق، جميل. يا حسن، الجملة السادسة تقول: قضى عمار 4 أيام في المستشفى. قضى عمار 3 أيام في المستشفى. يا أدمير، الجملة السابعة تقول: فحص الطبيب أذن عمار ورأسه. خطأ. ثامنا يا سمير، بعد 3 أيام ذهب عمار إلى العمل. أين ذهب؟ ذهب إلى البيت. جميل، صفحة جديدة. التدريب الأول: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: بما تشعر؟ بما تشعر يا نورغياز؟ أشعر بألم في صدري. وبما تشعر أنت؟ أشعر بألم في أسناني. السؤال الأول لك: أذن وحنجرة، تفضل. بما تشعر؟ أشعر بألم في أذني. Reci mi ovu rečenicu. Reci, moje uho je zdravo. Ovako. Udoni. Ve? Selimun. Zbog toga sam ti postavio pitanje, znaš. Jesam mislio da neće pogriješiti. Dobro, jedne se popravi rješku. Zašto? Žensko. Jeste. Jeste. Udun je ženski rod, zato kažemo ovdje, plus T, selimetun. Selimetun. Udunji, selimetun. Džemil. Ja, Irnis. Kalbun wa anfun. في قلبي وبما تشعر أنت
أشعر بألم في أنفي. بما تشعر؟ أشعر بألم في قلبي. وبما تشعر أنت؟ أشعر بألم في أنفي. يا عمل أسنان صدر. بما تشعر؟ أشعر بألم في أسنان. وبما تشعر أنت؟ أشعر بألم في صدري. أشعر بألم في صدري، ممتاز. يا ياسر، رابعا حنجرة وأنف. بما تشعر؟ أشعر بألم في حنجرتي. ألم. أمل. أمل يا نادى. ألم يا بو. أشعر بأمل والسمناد. أشعر بألم والسمبول. دبرم. يويكو كتغد تشعر بألم وسبوت أشعر بأمل. طيب يتنا. رأس وأسنان يا أنس. بما تشعر؟ أشعر بألم في رأسي. وبما تشعر أنت؟ أشعر بألم في أسناني. يا محمد، أذن وقلب. بما تشعر؟ أشعر بألم في أذني. وبما تشعر أنت؟ أشعر بألم في قلبي. التدريب الثاني، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في صدري. شفاك الله، شكرا لك. أسنان يا آدم. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. شفاك الله، شكرا. نعم، بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. شفاك الله، شكرا لك. يا خير الدين، أذن. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. شفاك الله، شكرا لك. نعم، بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. شفاك الله، شكرا لك. يا سعد الدين، تفضل. رأس. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في رأسي. شفاك الله. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في رأسي. شفاك الله، شكرا لك. يا كنعان، أنف. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أنفي. شفاك الله، شكرا لك. نعم، بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أنفي. شكرا، شفاك الله، شكرا لك. يا أدين، حنجرة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في حنجرتي. شفاك الله، شكرا لك. نعم، بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في حنجرتي. شفاك الله، شكرا لك. يا عزة، قلب. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في قلبي. شفاك الله، شكرا لك. يلتي وريش قلب صدنك أكو تشيست أو جيبوت أكو نك أكو تسعاد لا تريش. دابرم. Idemo dalje. Dosta smo radili. Šta smo radili stvarno, vidimo. Radili smo temu u gramatici koja nosi naslov Bina'ul af'al. Bina'ul af'al. Pa smo radili prvi glagol od tri glagola koja su po toj temi, imamo ih. Prvi je Bina'ul fi'alil madi. Jer rekli smo da fi'alil madi može biti mebni samo na tri znaka. Tri hareketa. A to su fetha, prvo smo radili fethu, i to je četiri situacije. Pa smo radili šta? Sukun, rekli smo u tri situacije. I danas nam je ostala treća posljedna tema. Treća i posljedna tema. El bina'u ala ad-dammi. El bina'u ala ad-dammi. Kada fi'alul madi bude mebni ala dammi? Kaže, ovako ćemo biti čitavu rečenicu na tabli. Jubna
الفعل الماضي على الضم يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصل به واو الجماعة إذا اتصل به واو الجماعة To je jedina situacija. Šta je to vavul džema'a? Vavul džema'a je onaj vav koji mi koristimo u, kada je prošlo glavu pitanju, za množinu. Pa kažemo zehebu, kao kada kažemo ovako, zehebu. Gdje je vavul džema'a ovdje? Evo ga. To je vavul džema'a. To je vavu koji ukazuje na džemat. Danas nema vavu džema. Danas je sve glagol jednini. Nema nikad glagola koji označava džemat. Ljudi ne voli ovaj glagol za džemat. Što ima za džemat, pretvori jedninu. Ne za džemat. Vavu džema. Vavu džema je vavu koji označava džemat. To je često, znači u Kur'anu ima ih nekoliko hiljada. Ti vavul džema'a. Alladine keferu, wa kezebu, istekberu, džehadu, to su ajeti zalemu, sve su ti ajeti kojima imamo to vavul džema'a i kažemo u tom slučaju da je fi'al mudari, fi'al madi mebni ala dammi. Zato što je sa njim došao ovaj vavul džema'a. Ovo je jedina situacija kada bude fi'al madi mebni ala dammi. Ima jedna specifična situacija u suri Ahqaf u 24. ajetu. Kaže Allah, فَلَمَّا رَأَوْهُ Više ovako? Evo ovdje ovaj glagol. Koji je osnovno bio glagol, kako? Kako je bio taj glagol? Od koji je glagol nastao ovo? Glagol rea, je tako? Kad stavimo glagol rea ovako, napišemo ga. I sad ćemo glagol ketebe. Plus vavul džema. Kad napišemo, ili je elif posle njih, kad napišemo, ketebu. U redu ovo. Želimo ovo da napišemo. Što se događa? Imamo dva slova sa sukunom. Ako da pravilo, kad se susretnu dva slova sa sukunom, što se događa? Briše se prvo. Zato piše re-eu. Jer ovaj elif ovdje, je obrisan zbog spajanja sukuna. Jer ra ima fethu, hemze ima fethu. Koji je znak ovog elifa ovdje? Sukun. Kako znam i da elif da nije ja? Fetha prije. Znamo da je fetha prije ovdje, vidiš. Ovdje, da je kesra ovdje, bilo bi ja ovo. Kajemši. To je ja. Zašto? Da to znaš š kesra. Da piše jumša, a to je elif, to nije kesra više. Jer fetha određuje je li elif ili je ja. U redu. Ovdje imamo elif i wow, dva slova sa sukunom. Ne mogu se slušati dva sukuna u jeziku. I briše se automatski prvo slovo. I zato piše felemma ra'eu. Ra'eu. Znači, u analizi, kada bi mi analizirali ovu rečenicu rekli bi da je ovo fi'al madi mebni ala ra'eu. Fi'al madi mebni ala dam. Fi'al madi mebni ala dammi. Džemil. Dalje? Ali samo bi, gdje te dam? Gdje je dam sad ovdje? Kada kažemo zehebu, kažemo fi'al mudari mebni ala dam.
U redu, vidiš damo ovdje. Napišemo ovdje ispod R.E.U. Kaže, napisat ćemo u analizi. الفعل الماضي مبني على الضم دوفدي هي اناليزا ايستا اوكو برو ذهب وزوشا اناليزا الفعل الماضي مبني على الضم سمو اودا نابيشيمو المقدر المقدر على الالف المحذوفه na odstranjenom elifu. Ovaj elif koji je bio ovdje, na njemu je dama, da kažemo, zamišljamo je. On je odstranjen, ošla sa njim njegova dama. Imate u Kur'anu, nekada riječi, zašto sam se sjetim se, ovo sad ću otvoriti onaj ajet konkretan, pa da vidimo kako bi to mi analizirali. Radi se o ostranjivanju. Dobro. Evo ovako. U 37. ajetu sure Kijame kaže Allah elem jeku nutfeten min menijin jumna. Lem jeku, piše ovako. Lem jeku. Lem jeku. Kul huva Allahu ehad, Allahu samed, lem jelid, lem jurid, lem jekun. Aha, ovo piše, sada u suri Ihlas piše, lem jekun. Kada bi razila lem jekun, šta bi rekli? Fi'al mudari'a, međzum, ala sukun. Lem, ne vedo, fi'al mudari'a, međzum. Fi'al mudari'a, međzum, u alamtu jazmihi, a sukun, je to lagano, tako? Fijemo da ne meš zoom, ali namad jazmi sukun. Šta bi rekli ovdje? Rekli bi fi'al mudari'a merzum, alamatu jazmihi sukun. Ala nunil mahdufa. Na ostranjenom nun. Koje je ostranjeno radi lakšeg izgovora. Ali se podrazumio da ima. I ovaj glagol nije merzum bi hadfis nun. Nego je merzum bi sukun na onom slovu koje je ostranjeno. Tako isto je ovdje. Ostranjeno slovo i na njemu je taj znak. Jer je glagol završava sa bolesnim slovom. Glagol završava sa bolesnim slovom. Dobro. To je bilo to što tiče bina ul fi'l al-madi. Osam situacija, 4-3-1, 4 na fethi, 3 na sukun, jedna samo sa damom. Dobro. Hajmo se vratiti malo u ovom težem dijelu. Tedibu Thales. Gdje smo stali? Kod koga? Kod te Adnana, jel? Tedibu Thales, tebadali li hivara ma zemilike kema fil mithal. El mithal, hel qabelte tabibe? Naam, wa fahasal qalbe. Men netiđetu, el qalbu selimun, walhamdulillah. El qalbu selimun, walhamdulillah. Dobro. Amadani. El enf. Hel kabelte tabibe. Nam ve fehasa el enfe. Ma men neticetu. Men neticetu el enfu. El kalbu. El enfu ya zbiyam. El enfu selimun velhamdülillah. Mumtaz. Hel kabelte tabibe. Nam ve fehasa el enfe. من نتيجته الأنف سليم والحمد لله جميل يا نائل الصدر هل قبلت الطبيب نعم فحص 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 الصدر من نتيجته من نتيجته الصدر الصدر سليم والحمد لله نعم هل قابلت الطبيب نعم وفحص الصدر من نتيجته الصدر سليم والحمد لله يا جواد أسنان الأسنان هل قابلت الطبيب نعم وفحص أسنان أسنانه وفحص أسنانه
نتيجة أسنان سليمة الأسنان سليمة الأسنان من جنة ناش من جنة كأو تكاجمو السيارات جميلة الأسنان سليمة jer esnan množina riječi sin. Kada koristimo množinu za nelazom množinu, koristimo ženski rod na kraju. Kažemo, el esnanu selimetun džemil. Ja Harun, el hanđeretu. El qadete et tabibe, naam, mo fahasal hanđerete, men nadiđetu, el hanđeretu selimetun, walhamdulillah. Naam, hel qabete tabibe, naam, mo fahasal hanđerete, من نتيجة الحنجرة سليمة والحمد لله يا حارث الأذن هل قابلت الطبيب نعم وفحص الأذن من نتيجة الأذن سليمة والحمد لله يا حسن الرأس هل قابلت الطبيب نعم وفحص الرأس من نتيجة الرأس سليم والحمد لله nekada je bolje da neke stvari čovjek ne zna zato je Allah radi rahata na ovom svijetu ljudima uskratio podatak kada umiru i u isto vrijeme nam nije omogućio niti je moguće ikada da ti neko pregleda srce svjetske strane Ne znamo niko kako čije srce. Nekada nas izgled vara. Pa čovjek misli da je nekome srce bolje od nekoga drugoga i tako dalje. Ali to je kod Allaha i to niko ne zna. To niko ne zna. I bolje da ne zna. Zato imam Ahmed kaže da grijeh ima miris ili smrad. Da grijeh ima smrad svoj. Ne bi niko mogao sjesti blizu mene. Ne bi mogli, kaže, jedni drugim sjediti. Ako se podnosimo, jer kod Allaha je naše stanje, a da kažem, kada bi čovjek znao, na primjer, da umire za 5 godina i toliko mjeseci, ili zna datum, svaki dan bi odbrojavao i ostalo mi manje, ostalo mi, to bi ga tištilo, ne bi uživao u onom svijetu, kažemo, životu koje ima. Jer bi ga to stalno pritiskalo. Zna smrt kad će, mona kad će umreti. Ja to sakrio. Iz milosti prema čovjeku. Tako isto ovo. Da čovjek zna kako mu je stanje i vidi. Mi sad svi imamo, svi ovdje imamo bolje mišljenje o sebi kakvi jesmo. Svi. Svako od nas ima daleko bolje mišljenje o sebi nego kako njegovo činjenično stanje. Tako i u našem zdravlju. Svi mislimo da smo zdravi, da nam nema ništa. Kad bi ostali izvadili nalaze detaljne, šta je ovo nisam znao, Allahu dragi. Zato je bolje nemati nalaze. Mi ove nalaze ne smijemo izvati ove zdravstvene. Ljud ne vodi i kaže, neka ima u meni što ima, da uživam. Onaj, a tako vjerske, hvala Allah, pa se ne mogu izvati. Jer bi se život zagorčio ljudima kada bi saznali kakvo im je stanje. Dobro. Etadibu rabiju. Tebadali l'hivara ma'a zemilike kema fil mithal. El mithal... بما تشعر أشعر بألم شديد في أذني هل لديك موعد مع الطبيب نعم موعدي الساعة 10 يا أدمير تفضل أسناني الساعة 7 بما تشعر بألم شديد في أسناني هل لديك موعد مع الطبيب ممتاز بما تشعر أشعر بألم شديد في أسناني هل لديك موعد مع الطبيب نعم موعدي الساعة 7 يا سمير أنفي الساعة 1 بما تشعر بألم شديد في أنفي هل لديك موعد مع الطبيب بما تشعر أشعر بألم شديد في أنفي هل لديك موعد مع الطبيب نعم موعدي الساعة 1 يا نرجس قلبي الساعة 8 بما تشعر أشعر بألم شديد في قلبي هل لديك موعد مع الطبيب نعم موعدي
الساعة الثامنة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في قلبي، هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعدي الساعة العاشرة. يا إرنس، صدري الساعة الخامسة. نعم، بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في صدري، هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعدي الساعة الخامسة. تفضل يا عمل. رأسي الساعة الرابعة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في رأسي، هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعدي الساعة الرابعة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في رأسي، هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعدي الساعة الرابعة. يا ياسر، حنجرتي الساعة التاسعة. طبيبي. نكسة فعلا نعم بفرت دابرم نيك دي نيمة طبيبة يا عسر إدمسة طبيبة دابرم. أواكم التدريب الخامس، أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور. أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور. يا أنس، الصورة الأولى، ماذا يأكل بدر؟ ماذا يأكل بدر؟ يا محمد، ماذا يأكل بدر؟ يأكل بدر السكريات. يأكل بدر السكريات أو حلويات. يأكل بدر الحلويات. هل يا محمد، هل الحلويات مفيدة؟ ليست مفيدة. هل أنت تأكل الحلويات؟ لماذا تأكل أشياء غير مفيدة؟ يا آدم، بما يشعر بدر؟ بما يشعر بدر؟ بألم شديد في أسنانه. نعم، يشعر بدر بألم شديد في أسنانه. يا خير الدين، أين ذهب بدر؟ ذهب بدر إلى المستشفى. ذهب بدر إلى المستشفى. يا سعد الدين، ماذا يفعل طبيب الأسنان؟ وذهب بدر إلى طبيب الأسنان، مستشفى إلى طبيب الأسنان. ماذا يفعل طبيب الأسنان؟ طبيب الأسنان يفحص أسنان بدر. بدر يفحص صدراته ناصيتي، يفحص أسنان بدر. يا كنعان، أين بدر الآن؟ يا أدين، أين بدر الآن؟ يا عزت، بدر الآن في صيدليتي. بدر الآن في صيدليتي. نعم. يا عدنان، كيف بدر الآن؟ بدر الآن بخير. بخير، سليم، مبتسم. ناسميشن. مبتسم ناسميشن. جميل. التدريب السادس يا هارون، عبر عن الصور مستعينا بالكلمات كما في المثال. المثال: شعر خالد بألم شديد في أنفه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب، فحصه الطبيب، الحمد لله هو بخير، سعيد أذنه. تفضل يا هارون. شعر سعيد بألم شديد في أذنه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب،
فحص الطبيب فحصه فحصه الطبيب الحمد لله هو بخير. جميل. يا حارس فارس رأسه شعر فارس بألم شديد في رأسه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب فحصه الطبيب والحمد لله هو بخير. شعر فارس بألم شديد في رأسه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب فحصه الطبيب والحمد لله الحمد لله هو بخير. يا حسن هشام صدره فحصه الطبيب والحمد لله وهو بخير. جميل. شعر هشام بألم شديد في صدره فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب فحصه الطبيب الحمد لله هو بخير. يا أدمير هاشم أسنانه شعر هاشم بألم شديد في أسنانه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب طبيبه فحص الطبيب فحصه طبيب الحمد لله هو بخير. شعر هاشم بألم شديد في أسنانه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب فحصه الطبيب الحمد لله هو بخير. ساشي مورد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.